مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في لقائنا اليوم المتجدد على شاشه النيل للاخبار وحلقه جديده من المشهد. لقاؤنا اليوم حول تصويت البرلمان التركي باغلبيه 298 صوتا مقابل 98 صوتا رافضين على الانضمام للعمليات العسكريه في التي يقودها التحالف الدولي في العراق وسوريا ضد تنظيم داعش. موافقه البرلمان التركي على المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش هو موضوع حلقة اليوم من المشهد، ويسعدنا أن يكون معنا للقراءة في هذا المشهد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. برحب بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مشاهدينا نتابع هذا التقرير حول موضوع حلقة اليوم ثم نبدأ في قراءة هذا الملف مع دكتور مختار غباشي. ابقوا معنا. في مواجهة التهديد المتزايد الذي يشكله تنظيم داعش على حدود تركيا، صوت البرلمان التركي على منح الحكومة الضوء الأخضر للمشاركة في العمليات ضد داعش، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر أن الضربات الجوية لن تكون كافية للقضاء على تنظيم داعش. تفويض الجيش التركي القيام بعمليات عسكرية خارج الحدود يتيح له المشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق. وقد صوت البرلمان التركي على قبول المذكرة التي قدمتها الحكومة للبرلمان قبل أيام، والتي تهدف إلى الحصول على تفويض نيابي يسمح للجيش القيام بأي عمل عسكري في سوريا والعراق واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة جميع المخاطر التي من شأنها تهديد الأمن القومي التركي. يأتي تفويض البرلمان التركي للجيش بالقيام بعمليات عسكرية في الوقت الذي تستمر فيه غارات التحالف الدولي على تنظيم داعش. وفي تطور ذي صلة، قال مسؤولون إن فرنسا سترسل مزيدا من الطائرات المقاتلة وسفينة حربية لضرب مسلح داعش في العراق، وستبحث أيضا مع الولايات المتحدة وضع استراتيجية للتحالف طويلة الأجل. كما وافق البرلمان الدنماركي على إرسال طائرات حربية وجنود للمشاركة في حملة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. ومنذ بدء حملة الضربات الجوية في سوريا في 23 من يوليو بقيادة الولايات المتحدة وبالتعاون مع 5 دول عربية، حذرت واشنطن من أن القضاء على تنظيم داعش لن يكون سهلا أو سريعا. وتنظيم داعش المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يضم عشرات الآلاف من المقاتلين الذين أتوا من دول أجنبية عدة، يعتبر مسؤولا عن ارتكاب عدة جرائم بينها عمليات خطف واغتصاب وصلب وأعدام، وهو ما يتنافى بالأساس مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم. وضيف المشهد لهذا اليوم دكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. بجدد التحية بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور مختار. الموقف التركي تغير في اجتماع جدة، لم توافق تركيا على التوقيع ضمن الدول الوقعت على وثيقة جدة بتوجيه أو تأسيس التحالف الدولي لضرب تنظيم داعش. لماذا كان الرفض للمشاركة في التحالف الدولي والآن توافق تركيا على توجيه ضربات عسكرية أو المشاركة في توجيه ضربات عسكرية لتنظيم داعش؟ صحيح، سؤال مهم جدا يعني بتطرحيه حضرتك في بداية هذا النقاش. تركيا كانت في الأول متحفظة تماما على الانضمام إلى هذا التحالف بحكم أن العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية واقف بقوة بجانب كردستان العراق ويقوم بتسليح هذه الدويلة بعيدا عن الدولة المركزية اللي موجودة في العراق، وده جزء كبير جدا من
غضب تركيا من الولايات المتحدة الأمريكية وهذا التحالف بدرجة أو بأخرى، لأن تعزيز قوة كردستان العراق والتصميم على خلق هذه الدولة بعد انضمام كركوك إليها في مؤتمر صحفي شهير كان حضره البرزاني وزير رئيس اقليم كردستان في حضور وزير خارجيه بريطانيا، مساله تركيا متوجسه منها الان منها يعني الى حد كبير جدا، لان احنا كلنا نعلم ان تركيا بتضم اكبر قوميه للاكراد في منطقه الشرق الاوسط، ربع اللي موجود 16 مليون كردي من عدد 30 مليون كردي هم قوام القومية الكردية في العالم. فإلى حد كبير جدا قلقة. وخلينا نقرر مبدأ تاني بأن تركيا من أول الدول اللي اعتبرت داعش تنظيم إرهابي، لكن تركيا كانت متحفظة على هذا الوضع بحكم المشاكل اللي بدأت تتضح أخيرا، خصوصا بعد الضربات الجوية اللي بدأت توجهها الولايات المتحدة الأمريكية وخمس دول عربية منضمة إليها وكثير جدا من التحالف الغربي داخل سوريا على وجه الخصوص، في أكثر من 53 طلعة داخل سوريا على وجه أو 53 طلعة جوية وضربات جوية، بدأت داعش وكثير جدا من الجماعات المسلحة المساندة لها داخل سوريا بدأت تضغط على الجزء اللي بيقطنه كثير جدا من الأكراد اللي هي منطقة كوباني على وجه الخصوص ومنطقة عين العرب، منطقة محافظة الحسكة، دير الزور، إدلب، هذا الشريط بدرجة أو بأخرى داعش عنصر ضاغط مهم جدا فيها. تركيا لها ضريح مهم جدا داخل عين العرب اللي هو ضريح سليمان شاه، هذا الضريح بيمثل يعني قيمة معنوية وروحية إلى تركيا على وجه الخصوص، بدأت تدرك بأن هناك خطر إلى حد كبير جدا من قرب داعش إليها. وتركيا في الذهن وده طرحته على التحالف الغربي والولايات المتحدة الأمريكية بأنه من الأهمية أن احنا نخلق منطقة منسوعة السلاح على حدود التركية السورية على وجه الخصوص، وهذه الحدود مختلف عليها في مناطق 5 كيلومتر في العمق السوري، في مناطق تمتد إلى 40 كيلومتر في العمق السوري. بموجب هذه التداعيات وبموجب هذه التقلبات التي حدثت مع مواجهة داعش والجماعات المسلحة الموجودة داخل سوريا والعراق أدى إلى أنه البرلمان التركي يصوت هذا التصويت بالتدخل عند الضرورة. خلي بالك مش التدخل ده مش مفتوح يعني أن تتدخل في أي توقيت، لا، عند الضرورة. هنتوقف عند كلمة عند الضرورة، ولكن قبل أن نترك هذه النقطة، هل زالت مخاوف تركيا من فكرة تقسيم العراق وإقامة دولة كردية بالفعل؟ وحضرتك ذكرت أن القومية الكردية الموجودة بتركيا هي أكبر يعني جزء من أكثر من سوريا وأكثر من العراق وأكثر من إيران، في الحالة دي مخاوف تركيا زالت بشأن تأسيس دولة كردية؟ لا خالص، هي مخاوف تركيا لم تزول، بالعكس انا من وجهة نظري وكثير جدا من المراقبين يعني مخاوف اخرى اكبر مخاوف اخرى انضمت اليها، وكثير جدا من المراقبين والمحللين انه في تاكيد لتقسيم العراق او في تاكيد لخلق على الاقل الدوله الكرديه اللي الوضع الامريكي من وقت الاحتلال الامريكي في 2003 عزز ما يسمى بالطائفيه السياسيه داخل العراق. وانا اتصور ان المؤتمر الصحفي اللي عقد ما بين كان طرفه البرزاني ووزير خارجيه بريطانيا وتحدث فيه عن المادة 140 من الدستور العراقي وانتهائها، ده كان مولد استكمال الدولة الكردية على وجه الخصوص، لكن هو يتبقى مشهد واحد فيها بالنسبة لها هو مشهد إعلانها. هذا المشهد ربما بعد عام، ربما بعد سنتين، ربما بعد ثلاثة، حسب الظروف الدولية وحسب الظروف الإقليمية، ودي مسألة تركيا متوجسة منها. وخلينا أقول لك كمان إن هناك خصوصية علاقة بين تركيا وبين كردستان العراق، هناك خطين من أكبر خطوط البترول الخارجين من العراق إلى العالم الخارجي موجودين، في خط أيابي خارج من كردستان العراق ده بيضخ يوميا في حدود 200 ألف برميل في اليوم، وفي خط آخر واصل من الموصل إلى ميناء جهينة التركي، وهناك الخزانات البترولية الموجودة في ميناء جهينة مليئة ب 2 مليون و700 ألف برميل من البترول العراقي. فهناك نوع من التوجس ونوع من الالتباس، لكن أنا أتصور أن التداعيات اللي حصلت داخل الساحة السورية على وجه الخصوص مش داخل الساحة العراقية، داخل الساحة السورية على وجه الخصوص أدى إلى أن تركيا تأخذ هذا القرار بدرجة أو بأخرى. وهو هذا القرار أنا لا أتصور أن تركيا ترغب التدخل في العمق السوري، يعني هي بقدر الإمكان هيكون موجود على الشريط الحدودي. طب عند الضرورة، الكلمة اللي حضرتك ذكرتها، التدخل ليس الآن ولكن عند الضرورة. عند الضرورة صحيح، عند الضرورة بمعنى أنه لو وصلت مرحلة تهجير الأكراد، يعني لو وصل الضغط على الأكراد الموجودين داخل سوريا، سوريا تعتبر هي رابع دولة في عدد القومية الكردية اللي موجود فيها، يعني في 16 مليون موجودين في تركيا، في 6 مليون موجودين في العراق، في 5 مليون موجودين في إيران، في 3 مليون موجودين في سوريا، والباقي موجود في الشتات.
الجزء اللي موجود في سوريا ده موجود يعني العمق او الاصل او السنتر بتاع الاكراد موجودين داخل سوريا هو منطقه ما يسمى عين العرب ومنطقه كوباني، ودي المنطقه اللي داخل ضاغط عليها داعش. نعم. وهذا الضغط بالنسبه لداعش ادى الى تهجير في حدود 200,000 فرد من الاكراد خارجين من هذه المنطقه الى الحدود تركيا. الكرديه. لو وصل الامر الى تهجير مجمع الاكراد اللي موجودين في هذه المنطقه، تركيا مش هيكون عندها بديل سوى انها تتدخل. تتدخل بغرض ايه؟ بغرض منع هذا السيل اللي موجود الخارج من سوريا الى تركيا يكون عنصر ضاغط عليها، وبقدر الامكان خلق منطقه منسوعه السلاح تستطيع انها تستوطن هؤلاء الاكراد فيها وتستطيع انها تحميهم. طب دكتور مختار، يعني احنا بنتحدث عن تركيا وتنظيم داعش، و كتير كنا بنسمع ان علاج الجرحى من تنظيم داعش بيتم داخل الاراضي التركية. تركيا تشتري البترول باسعار زهيدة من تنظيم داعش. الان تركيا يمكن ان تشارك في توجيه ضربات لهذا التنظيم الذي كانت تستفيد منه بشكل او باخر، او من وجوده بالمنطقه بشكل او باخر؟ لا، هو استفادة من وجوده مش بالدرجه اللي احنا فاهمينها او بالدرجه المطلقه. اولا هي تشتري بترول من تنظيم داعش، داعش ما سيطرش على يعني حقول بترول وما الى اخره، دي خزانات صغيره من البترول الى حد ما، وكان بيبيعه بنصف السعر، ما كانش بيبيعه لتركيا بس، كان بيبيعه لتركيا وعصابات مسلحه والايران. اذا هناك استفاده. هناك استفاده، وقد تكون هذه الاستفاده بطريقه غير مباشرة، لكن ليس من مصلحة تركيا انها تعزز داعش. لكن هي تركيا موجودة ما بين مفصلين، المفصل الاول ان هي مع سقوط الحكومة السورية ترى ان نظام بشار، ان نظام بشار ترى ان في سوريا ثورة، وان هذه الثورة ادت الى حالة نزوح جماعي 6,500,000 فرد نازحين الى الخارج او لاجئين الى الخارج، نازحين في الداخل، وفي 3.5 او 3 مليون لاجئين الى الخارج. تركيا على وجه الخصوص فيها في حدود مليون لاجئ سوري يعني في منطقة أورفا ومنطقة الريحانية اللي هي المنطقة الموجودة على الحدود. فمسألة معاناة الشعب السوري ومسألة أن تركيا مع المملكة العربية السعودية مع كثير جدا مع العالم الغربي يدركوا بأن جزء من الحل المعضلة السورية هو ذهاب النظام السياسي الموجود في سوريا. بس أنت عندك مفصلين، هل مع ذهاب النظام السياسي ولا مع الوقوف ضد داعش؟ خصوصا أن داعش ضد النظام السياسي بدرجة أو بأخرى، أو على الأقل يحارب النظام السياسي. بس الوضع داخل سوريا وضع أنت ما تعرفيش مين مع مين يعني، وحتى داعش على وجه الخصوص هو جزء من التنظيمات المسلحة الموجودة داخل سوريا. يعني هي عنوانها الرئيسي داعش، لكن جبهة النصرة هو أصل التنظيمات المسلحة ذات الأيديولوجية الإسلامية الموجودة داخل سوريا، وداعش ده انسلخ منها بحكم الخلاف الشهير وبين أبو عمر البغدادي اللي قتل، ثم بعده تولى المشهد أو تولى قيادة داعش أبو بكر البغدادي الموجود حاليا في العراق، في تقريبا بين الموصل وبين الأنبار على وجه الخصوص. فأنت إلى حد كبير جدا أنت مع سقوط النظام، لكن في نفس الوقت ضد داعش. دي الجزء اللي هو بيشكل إلى حد كبير جدا حرج في كثير جدا من الدول المتدخلة في نطاق الدول، على رأسهم مثلا المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، لأن هي بقى أيضا مع سقوط نظام بشار الأسد، لأن هذا التجمع بيرى أن نظام بشار الأسد هو جزء من الأزمة، وهو اللي هو ما أدى إلى هذه الحالة من حالات الهجرة وحالات النزوح وحالات اللجوء وحالات فني مدن من الداخل السوري. يعني أنت عندك لو رحت ريف دمشق أو رحت جزء من حلب أو رحت إدلب على وجه الخصوص هتلاقي في بعض المدن مسحت بالأرض، يعني عندك مشاكل كبيرة جدا فيها. فهي دي قضية إلى حد كبير جدا خلق نوع من الحرج أو خلق نوع من التردد أو خلق نوع من التضارب. تبقى أنت مع سقوط هذا النظام ولا الوقوف ضد هذا التنظيم المسلح؟ بدرجة أو بأخرى أنا من وجهة نظر أن هذا التحالف ليس في إنهاء هذا التنظيم المسلح بدرجة أو بأخرى، لأنه هو بيلعب عند مصالحه. حنتوقف عند هذه النقطة، ولكن معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ علاء محمود المتخصص في الشؤون التركية. برحب بحضرتك أستاذ علاء. أهلا وسهلا أستاذ علاء. توقيت تصويت البرلمان التركي على المشاركة في العمليات العسكرية التي يقودها التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، كيف ترى هذا التوقيت؟ يعني طبعا هذا التصويت جاء في محله، حيث أن الدولة التركية تخشى دائما هذا التنظيم الإرهابي أن يتسلل إلى حدودها. طبعا هو اقترب بالفعل إلى الحدود، والذي أدى إلى نزوح الآلاف في الفترة الأخيرة من الأكراد ومن مدينة عين العرب وغيرها. طبعا الدولة التركية هي الآن كانت في وضع حرج أمام المجتمع الدولي، كونها ترددت كثيرا في أخذ هذه الخطوة أن تشارك بشكل فعال في هذا التنظيم ضد تحالف داعش. الخطوة الذي يعني البرلمان أكبر السلطات التركية وأكبر الحكومة بالفعل الآن أن تقوم بهذا الدور، وأن تقوم أن تشارك في هذا التحالف بالفعل،
ضد طبعا كما ذكرت وذكر في الكريم ان هناك كل يعمل لمصالحه، وان الدوله التركيه دوله براجماتيه تخشى ان يعني يفصلها المجتمع الدولي، او ان هناك يعني خلينا نكون صراحة اكثر، هناك اتهامات ان الدوله التركيه ربما تكون يعني تميل الى بعض ما تفعله تحالف داعش، ان هناك بعض الاسرى الاتراك لدى هذا التنظيم الارهابي، وربما تسعى الدوله التركيه للافراج عنهم مثل ما حدث في 45 الاخيرين. ما كان للدوله التركيه ابدا ان تغرد خارج هذا التحالف، كونها هي اول الدول المتضرره من هذا التنظيم، خاصه في الدوله في المدن الحدوديه، وهي تشارك طبعا الحدود السوريه وغيرها، فهي تخشى من هذا التنظيم ان ينتقل الى اراضيها، والذي بدا بالفعل ربما في الحصات الاولى ان يكون تنظيم داعش يستهدف الداخل التركي بعد تصريحات اردوغان التي يعني هدد فيها التنظيم، وبعد هذا التصويت انا اظن هناك ستكون هناك عمليات داخل التركي نكايه في تركيا بعد هذا القرار. نعم، ولكن لماذا في وجهة نظرك أستاذ علاء تأخرت تركيا عن باقي دول التحالف الدولي للمشاركة في توجيه ضربات عسكرية لتنظيم داعش في العراق وسوريا؟ لماذا هذا التأخر حتى عن اجتماع جدة؟ هذا التأخر كما ذكرت لك جاء لأن هناك 45 دبلوماسي المتواجدين عند تحالف داعش، كانت هناك مفاوضات من الاستخبارات التركية، وكان أن يكون هناك الاتفاق ما بين الطرفين على الاتفاق الغير معلن ان تكف الدولة التركية عن التصريحات ضد داعش او الا تشارك في التحالف ضد داعش في مقابل الافراج عن الرهائن الاتراك الذي افرج عنهم مؤخرا، وهذه كانت نقطة يعني اكتسبها اردوغان على الارض. ولكن هذا الامر جعل الدولة التركية تتردد كثيرا بعد قمة نيويورك، ان هناك كان هناك حرج للدولة التركية، وكان كثير من المسؤولين الدوليين عند لقائهم بالرئيس التركي كما وردت لنا بعض المعلومات أن أبوه على هذا الموقف، وأن هذا الأمر تأخر كثيرا فهذا الأمر تأخر كثيرا عن أن يكون هناك يعني دور تركي في هذا التحالف. هذا الأمر جعل الرئيس التركي يعيد الحسابات مرة أخرى، وأن ترك الأمر للبرلمان وهنا جاء التصويت، فلا يستطيع هو أخذ أي قرار آخر، فكان هذا التأخير سببه أن هناك أثر وقرارات لدى حال لدى تنظيم داعش هو الذي أخر هذا الأمر. أن كان هناك أيضا يعني كان يلاعب أردوغان يلاعب المجتمع الدولي، لأنه كان يضغط هذه الورقة حتى يكون هناك ضغط على الدولة التركية. نعم، أستاذ علاء محمود المتخصص في الشؤون التركية، شكرا جزيلا لك. دكتور مختار، لحضرتك أي تعليق على كلام أستاذ علاء؟ لا طبعا طبعا، لا أردوغان ما فيش حاجة اسمها أردوغان بيلعب المجتمع الدولي أو أنه أردوغان، لأنه كان هناك مفاوضات بخصوص الإفراج. أنا زي ما قلت لك هو هناك معضلة مهمة جدا، هي المعضلة الكردية. المعضلة الكردية دي أصل المشكلة، وده لب من لب المشكلة الموجودة ما بين تركيا على وجه الخصوص وما بين التحالف الغربي والولايات المتحدة الأمريكية. كلنا نعرف الحرب الدروس اللي خاضتها تركيا مع حزب العمال الكردستاني. نعم. وزعيمهم الروحي او ابوهم الروحي المحبوس الان داخل تركيا، وهو عبد الله اوغلان اللي بيخوض المفاوضات السياسيه ما بين الجانبين. لكن تركيا في الاصل اعتبرت داعش جماعه ارهابيه، ولكن انت عندك في مشكله، انت عندك جماعه انت بتعتبرها ارهابيه، لكن هذه الجماعه بتعمل مع مصالحك في اسقاط نظام انت بترى ان هذا النظام هو اصل المشكله الموجوده داخل سوريا، وانت مع ذهاب هذا النظام. فانت بدرجه او باخرى انت مش عايزه تخش في حرب مع هذا التنظيم او في مواجهه مع هذا التنظيم، لان هو بيلعب مع مصالحك. والدليل على كده ان الولايات المتحده الامريكيه والتحالف الغربي كله تحدث عن فتره 3 سنوات، وكله تحدث عن امد بعيد، وكله تحدث على عدم انهاء هذا التنظيم بدرجه او باخرى، ولكن اضعافه. المكاسب المتحققه بقى دكتور مختار لكل الاطراف في هذه المواجهه مع تنظيم داعش، طول امد المواجهه مع تنظيم داعش الى 3 سنوات، كما ذكر يعني ذكرت الولايات المتحده ان الحرب لن تكون قصيره وانها قد تستغرق 3 سنوات، في حين ان عدد افراد التنظيم زي ما ذكرنا كان تقرير للمخابرات الامريكيه قال ان هم لا يزيدون عن 31,500 شخص. شوفي نقطه مهمه جدا، اولا داعش ده انا بسميه وهم افتراضي او عدو افتراضي او جيش افتراضي، لانك انت لا تتحدثي عن دوله ولا تتحدثي عن جيش موجود فيها، دي عباره عن مجموعات مسلحه بتخوض حرب ضد نظام لمصلحه معينه ولها ارضيه او ما يسموها لها حاضنه شعبيه موجود. وداعش خلينا بس نتذكر هذا الموضوع، داعش دي لم نسمع عنها الا في 2006 في العراق لما دخلت
للمنطقة السنية بحكم الوضع الطائفي والاضطهاد للسنة في شريط الحدودي اللي موجود داخل اللي موجود مع سوريا اللي هو محافظة الأنبار، محافظة صلاح الدين، نينوى، ديال. استطاعوا ما يسمى بأولاد الصحوات. أولاد الصحوات دول مين؟ اللي هم أولاد العشائر والقبائل الموجودين في هذا الشريط السني أن ينهي داعش. لكن اللي حصل أن الحكومة العراقية بقيادة نور الملكي انقلبت على الصحوات واستطاعوا أن ينهوا الصحوات وبدأت تتعاطى بشكل طائفي مع هذا الشريط، مع هذا المجموعة، مع هذا الشريط السني. أدى إلى دخول داعش. لما دخلت داعش بغرض إنصاف أهل السنة، ده الأصل موجود داخل العراق، وده دخل الثاني في 2010. في 2010 دخلت ولقت حاضنة ليها واستطاعت أنها تسيطر على المحافظات بحكم القبائل والعشائر المقيمين فيها، وإن كثير جدا حتى هذا التاريخ اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي من القبائل والعشائر الموجودة في هذا الشريط السني بيروا أن التحالف مع داعش أو الاحتماء بداعش أكتر من الاطمئنان إلى الحكومة المركزية، لأن الحكومة المركزية ما زالت لم تعطي رسالة صريحة بنزع ما يسمى بالطائفية السياسية الموجودة داخل العراق. داعش داخل سوريا لها وضع مختلف. داعش داخل سوريا هو جزء من جبهة النصرة، ما كانش في حاجة اسمها داعش، هي جبهة النصرة اللي هي بمحمد الجولاني واللي ظهر صريحة في كانيون يناير 2012 في المعركة الشهيرة اللي خاضها ضد الجيش السوري أو الجيش الوطني السوري في إدلب، واستطاع أن هو يحقق يعني نجاحات كبيرة جدا. بدأ نسمع عن جبهة النصرة، فأنت إلى حد كبير جدا دي مجموعات مسلحة، وبعدين مجموعات مسلحة بتضم جبهة النصرة، بتضم داعش، بتضم جند الشام، بتضم أحرار الشام، بتضم جند الصحابة، يعني مجموعات في تقديرات تتحدث عن 1000 جماعة مسلحة موجودة داخل الساحة السورية وحوالي أكثر من 18 جماعة مسلحة موجودين داخل الساحة العراقية، منهم مثلا ما يسمى بعصائب أهل الحق، دول أكثر شراسة من داعش لكن أنت ما تسمعيش عنهم. فيهم في لق بدر، فيهم جيش المهدي، فيهم الطريقة النكشبندية اللي هو بيقودها أسد الدوري نائب رئيس العراقي نائب صدام حسين الصقر. فأنت إلى حد كبير جدا أنت أمام مجموعات مسلحة كلها تحارب بعض يعني بدرجة أو بأخرى، لكن كلهم عندهم هدف واحد هو إسقاط نظام. هذه الجماعات المسلحة داخل العراق ترى أن النظام يقود العراق بشكل طائفي وأن الوضع في سوريا هناك النظام لابد أن يذهب بحكم الوضع والانهيار الموجود في الداخل. أدى إلى هذا الالتباس وهذا التجمع الدولي. أنا من وجهة نظري أن هذا التجمع الدولي له غرض أكبر من داعش، عشان نيجي للنقطة المهمة بقى. النقطة المهمة أنه هو أكبر من داعش. الجزء الأول هو تكوين دويلة كردستان العراق والحفاظ عليها بدرجة أو بأخرى، لأن هذا التحالف ما بدأ في التكوين إلا لما بدأ داعش تحتك بالبشمرجة عند المناطق الاستراتيجية اللي هو منطقة منفذ ربيعة ومنطقة سد الموصل الموجودة، وبدأت تحتك بها حتى وصلت إلى مشارف أربيل. لكن لما داعش سيطرت على المحافظات العراقية الأربع ما فيش حد يتكلم. ولما داعش بدأت تهجر المسيحيين داخل الموصل ما فيش حد يتكلم. لكن هي بدأت المرحلة الأولى بالتحرك الدولي في بدأت لما بدأت تهجير اليزديين الموجودين بجوار الأربيل اللي هو في المنطقة استراتيجية مهمة، وبدأت تضغط على البشمرجة وبدأت حطت ايديها على المنفذ ربيعة اللي هو الجزء المهم جدا الخارج من الموصل الى داخل الى سوريا ومن سوريا الى الموصل، وحطت ايديها على سد الموصل وده من اهم السدود الموجودة في العراق. ما قبل ذلك لا كان في تحرك امريكي ولا كان في تحرك غربي. فخليني اقول لك يعني خلينا ننظر الى المسألة باكبر من مسألة محاربة داعش، لان داعش نتذكر جيدا ان استطاع ان ينهي داعش ما يسمى باولاد الصحوات في 2007 بدون أي تفسر بإيه يا دكتور إن 50 دولة تتحالف لضرب هذا التنظيم تحديدا في ظل وجود هذا العدد الكبير من التنظيمات؟ لأن دول كلهم لهم مصالح استراتيجية. أولا المصالح الاستراتيجية، أولا رجوع الولايات المتحدة مرة أخرى إلى هذه المنطقة المحورية بعد أن خرجت من العراق في 2010، ومعلوم أن الولايات المتحدة احتلت العراق في 2003 لغاية 2010 وخرجت من العراق بدرجة أو بأخرى، ومع نهاية خروجها من العراق تحديدا في 2010 بدأ يكون في نوع من الإرادة السياسية الموجودة داخل العراق أن تتحرر من الوجود الأمريكي، وراحت أبرمت اتفاقية سلاح شهيرة مع روسيا ب 4 مليار و250 مليون دولار، وبدأ يكون في نوع من التوجه في هذا النطاق. المسألة دي أقلقت الولايات المتحدة الأمريكية. هذا واحد. الجزء الثاني أنه هذا التحالف بدرجة أو بأخرى يريد إسقاط نظام بشار. فالجزء الوحيد أو الطريقة الوحيدة أو الطريقة اللي ما تخلقش نوع من التوتر الدولي خصوصا مع مصالح روسيا موجودة هناك ومع مصالح إيران الموجودة هناك، هو انك انت تكون تحالف ضرب داعش، وانت كنت وانت بتضرب داعش لا مانع بانك انت ضربات تروح منك على المناطق الاستراتيجية الموجودة داخل سوريا. ده انا من وجهة نظري هذا هو الجزء الاسمى لهذا التحالف والهدف الكبير ليه.
طب قبول بالنسبة للعراقيين، ونائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي طالب البرلمان التركي بالتراجع عن إرسال قوات عسكرية إلى العراق لأن ذلك يعتبر يعني تجاوز غير مبرر للسيادة داخل الأراضي العراقية. لا، هي أولا تركيا مش هتبعت قوات تركية إلى العراق، أنا لا أتصور ذلك، لأن البشمرجة بتقوم بده والولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي مش هيسمح لها بده. دي واحدة. اثنين، انه نور المالكي هو اصل من اصول الازمة داخل العراق، يعني لو لم يكن النظام الطائفي اللي قاده نور المالكي على مدار 8 سنوات ما كانت داعش، ولا كان هذا التوتر الموجود داخل العراق، ولا كانت هذه المهازل اللي احنا بنشوفها داخل العراق على وجه الخصوص بشكل او باخر. واذا كنت بتتحدثي عن داعش داخل العراق، هنا لابد انك انت تتحدثي عن عصائب اهل الحق، وعن جيش المهدي، وعن فيلق بدر، وعن طريق النقشبندية، وعن جند الشام، عن كثير جدا من الجماعات المسلحة الاكثر قوة واكثر شراسة. لكن داعش هو العنوان زي ما قلت لحضرتك، العنوان المهم جدا داخل العراق وداخل سوريا. طب دكتور مختار، هل تتوقع ان الرأي العام الامريكي يوافق على عودة الولايات المتحدة من جديد الى العراق؟ لان معنى الكلام ان هو وارد ان الولايات المتحدة تعود الى العراق بشكل بري، في حين ان الرأي العام الامريكي لن يوافق غالبا على مثل هذه الخطوة. لا، بشكل بري مش مسموح، مش لكن هناك قوات امريكية، هناك ما يسمى بقوات خبراء او استشاريين عسكريين، سميهم ما تسميهم، يعني باي حجة، موجود اكتر من 1000 عسكري او 1000 جندي امريكي موجودين داخل العراق، زائد ان موجود قوة مسلحة موجودة داخل الكويت في حدود 2300 2400 فرد امريكي جاهزين يخشوا داخل العراق في اي وقت. دي قوات جاهزة موجودة داخل مع الولايات المتحدة الامريكية. لكن هناك وكيل للولايات المتحدة الامريكية بيخوض الحرب البرية، وهي البشمرجة، وهناك خصوصية علاقة ما بين الطرفين. دي واحد. اثنين، انه الداخل الامريكي مع رجوع الولايات المتحدة الامريكية، الولايات المتحدة الامريكية في هناك مصالح، لان هناك مصالح كيف تخوض الولايات المتحدة الامريكية حربا ثم تحتل العراق ثم تجلس 7 سنوات وفي النهاية تذهب منها هذه الدولة. نعم. وهذا الشريط المهم. وتبدأ روسيا تخش كبديل، لانك انت روسيا من 2007 بدأت تزعج الولايات المتحدة الامريكية. اولا لها القاعده العسكريه الموجوده في ميناء طرطوس داخل سوريا، لها تسهيلات عسكريه موجوده في ميناء اللاذقيه وبنياس، القوات الايرانيه على وجه الخصوص لها وجود اصيل داخل سوريا ولها وجود اصيل داخل العراق. ولو سمعنا كلنا حديث علي زكاني اللي هو عضو البرلمان الايراني، تحدث صراحه لو لم يكن قاسم سليماني او الجنرال قاسم سليماني تدخل في العراق لسقطت بغداد بيد تنظيم الدوله، ولو لم يكن الجيش الثوري داخل سوريا لسقط نظام بشار، ولو لم يكن لنا وجود داخل اليمن لا يعني كانت حصلت مشاكل كبيرة جدا بالنسبة للحوثيين، والحوثيين الآن يسيطروا على 14 محافظة داخل اليمن و90% من صنعاء. نعم. فأنت عندك الوضع الدولي وضع شائك في هذه المنطقة، لا ليس وجود غربي فقط، ولكن مصالح غربية أمريكية مع مصالح إيرانية وهي القوة الإقليمية المهمة جدا في هذه المنطقة، مع مصالح تركية تريد أن تحافظ عليها بالنسبة لأردوغان وحلم تركيا بعد أن يعني نهضت اقتصاديا سريعا وتريد بقدر الإمكان أن يكون لها نوع من التسيطر على هذه المنطقة، وهناك روسيا هذه القوة الدولية الصاعدة وهي وريث الاتحاد السوفيتي اللي لها مصالح. طب بذكر إيران، وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف حذر تركيا من تفاقم الوضع في الشرق الأوسط بعد هذا التصويت الذي تم في البرلمان التركي. لا، لأنه هو برضو إحنا برضو مزودين حتة المسألة بتاعة التصويت. هذا التصويت لا يتيح التدخل عسكريا بكامل، زائد أن لا تركيا ولا أي دولة في منطقة الشرق الأوسط عندها الاستعداد أنها تتدخل بالطريق البري، لكن هي هتتدخل في حدود حماية مصالحها. تركيا إذا تدخلت بريا، ليس دفاعا عن تركيا، لكن أنا بحدثك الرؤية الاستراتيجية أو القراءة المتأنية لهذا القرار، لأن تركيا أولا عشان تتدخل وتنهي داعش بشكل أو بآخر لابد أنها تتدخل في العراق وسوريا. هتتدخل في العراق في محيط الأربع محافظات مستحيل، وهتتدخل داخل سوريا في عموم الدولة السورية مستحيلة، لكن هتتدخل بحكم حاجتين اثنين. أولا هناك حديث متواتر الآن أن هناك قوات بيتم إعدادها داخل منطقة تسمى الريحانية على الحدود التركية، هذا الشريط اللي هو موجود على الحدود السورية التركية، ودي قد منطقة نزاع ما بين تركيا وسوريا في وقت من الأوقات. هناك إعداد لقوات الجيش السوري الحر داخل هذه المنطقة، واللي بيساعده تركيا من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. نعم. ربما تتدخل قوات بشكل أو بآخر لفرض نوع من السيطرة لهذه القوات أو لتمكنها من الشريط الحدودي، لكن هتتدخل في العمق؟ لا، أنا لا أتصور ذلك.
نتوقف مع فاصل قصير ثم نعاود الحوار مع دكتور مختار غمش. بكم من جديد دكتور مختار. كل الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش لها مآربها، ما يعني وراء دخول هذه الدول في هذا التحالف؟ ماذا تهدف إلى تحقيقه؟ يعني الإبقاء على هذا التنظيم من أجل الشرق الأوسط الجديد وتقسيم العراق إلى دويلات وتقسيم حتى سوريا إلى دويلات أصغر؟ لا، سيبك من الشرق الأوسط الجديد، لأن دي مقولة البرايت وإحنا يعني اتكلمنا فيها والوهم اللي إحنا عايشين فيه. لا، ولكن قيل إن تنظيم داعش صناعة أمريكية بهدف تفتيت العراق. لا، أنا وجهة نظري مش صناعة أمريكية. نعم. داعش خلق، داعش جزء من جبهة النصرة. يعني ما فيش حاجة اسمها داعش اللي هو جيش تنظيم الدولة الإسلامية. كان الأول في جبهة النصرة، دي جبهة النصرة دي اللي عملها أبو محمد الجولاني، وكان معاه أبو عمر البغدادي وأبو بكر البغدادي والكوادر المهمة جدا الموجودة اللي يعني أصلهم منتمي إلى القاعدة الموجودة وجيش طالبان وأفغانستان بدرجة أو بأخرى، اللي جم بحكم ما حصل داخل سوريا وبدأوا يكونوا ما يسمى بجبهة النصرة وخاضوا حرب داروس، إحنا أشرنا إليها لحرب إدلب اللي كانت في يناير 2012. دي قتال جزء داعش، ده جزء من جبهة النصرة. وداعش دخلت العراق، تكوين داعش دخل العراق في 2006 وخرج في 2007 او انتهى في 2007 وخلاص، وما فيش حاجة اسمها داعش. وبدأت
يخرج تاني في 2010 وتحديدا في 2013 في الاعتصامات الشهيرة اللي حصلت داخل الأنبار في منطقة تسمى الفلوجة ومنطقة تسمى الرمادي، وتدخل فيها الجيش العراقي بقسوة وبدأ يتعامل بشكل يعني رهيب جدا. ولكن في من أين يحصل هذا التنظيم على كل هذا السلاح وكل هذا العتاد الحديث الأمريكي؟ هقول لحضرتك نقطة مهمة جدا. أولا لو أنت عاصرتي عنصر كيف سيطرة داعش على هذا الشريط الموجود داخل العراق اللي هو بداية من الأنبار إلى صلاح الدين إلى نينوى إلى ديالى اللي أزعج كل العالم وبدأ يفتح عينه على هذا التنظيم اللي بيخوض، ولو أنت تصورتي أن 800 مقاتل من داعش اللي دخلوا الموصل فيها استطاعوا أن هم يجروا قدامهم بالمعنى البلدي كده أو استطاعوا أن يفكوا من قدامهم 60,000 واحد من المنتمين إلى الجيش العراقي، سلموهم أسلحتهم الثقيلة والخفيفة، سلموهم المال الموجود عندهم، استطاعوا ان يسيطروا على المصرف المركزي اللي موجود في مصر فاستولوا على مداخله من اموال وعتاد عسكري كبير. لانك انت عندما تتحدثي عن الجيش العراقي تتحدثي عن الجيش اللي بعد وفكه او حله بدا تكوينه، ولكن تم تكوينه بشكل طائفي، 95% منه شيعه، 5% منه سنه، كان محظور على رواد او قواد او يعني القواد الكبير جدا للسنه ان يتولوا مناصب مهمه جدا داخل الجيش العراقي، فهو معاه اسلحه كبيره جدا خطيره، هذه الاسلحه سيطرت عليها داعش في ليله وضحاها، ليست داخل الموصل وحدها ولكن داخل المحافظات العراقيه. اذا هو حصل على السلاح من الجيش العراقي. حصل على السلاح داخل العراق وداخل سوريا، داخل سوريا دي يعني ابواب مفتوحه، وانت داخل سوريا من الممكن ان نشتري من جماعه مسلحه اخرى، يعني انت النهارده مثلا لما تلاقي داعش داخل سوريا وتلاقي جبهه النصره وتلاقي جيش جند الشام وتلاقي جيش السور الحر وتلاقي جيش احرار الشام او كتيبه احرار الشام وتلاقي هذه الكانتونات، وهذه اما انها تستولي على السلاح من الجيش السوري الوطني او انها تشتري السلاح من الدول المجاوره، الحدود مع تركيا الى حد كبير جدا كان حدود مفتوحه، الحدود بينها وبين العراق حدود مفتوحه وتجاره السلاح يعني مسألة مفتوحة بشكل أو بآخر، الحدود مع إيران بدرجة أو بأخرى، فسهل قوي إنه يخش السلاح، ما يعني إيه مش هتقدر تقول طيب إن في صعوبة. هنغير السؤال دكتور مختار، هل الولايات المتحدة استغلت وجود تنظيم داعش؟ يعني لماذا توقيت توجيه الضربات إلى تنظيم داعش الآن وهو موجود منذ فترة؟ سؤال مهم، ولماذا لم تتدخل عندما سيطر داعش على المحافظات العراقية؟ ولماذا لم تتدخل عندما حصل تهجير للمسيحيين وهذا من العالم الغربي بينزعج؟ هل استفادت الولايات المتحدة من هذا الوضع؟ طبعا استفادت، لأن هي خلت داعش بدرجة أو بأخرى تستدعي الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى، وإحنا عادة لما بنتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي بنتكلم عن هذا العالم اللي بينزل بالبراجوت. أولا لو أنت سمعت كل الساسة في العراق وتقريبا كل القادة في العالم العربي الكل استدعى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى داخل خارج نطاق سوريا وخارج نطاق العراق لما حصل صراع ما بين الحوثيين وما بين عبد ربه هادي منصور داخل اليمن، عبد ربه هادي منصور في مؤتمر صحفي شهير وهو يتحدث مع الحوثيين ما تفعلوه يغضب الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي من الممكن أن يتدخل، يعني خلي بالك في صراع موجود، فأنت بتتحدث عن عالم إلى حد كبير جدا فقد جزء كبير جدا من هيبته أو فقط جزء كبير جدا من قيمته داخل أوطانه بحكم التداعيات الموجودة فيه، فبدأ كل القادة السياسيين داخل العراق استدعوا الولايات المتحدة الأمريكية من بداية سيطرة داعش على الأنبار وصلاح الدين ونينوى وأسامة النجافي ونور المالكي وكثير جدا من القادة السياسيين حتى بما فيهم علي السيستاني وهو مرشد يعني روحي للشيعة موجودين. دكتور مختار التوقيت الآن مش التوقيت الان، ما هو دخل الان لما بدا داعش يحتك بالبشمرجه احنا اتفقنا وبدا يسيطر على المناطق الاستراتيجيه اللي هي موجود، سيطره داعش على سد الموصل بدرجه او باخرى سيطر على المياه في العراق، وسيطره داعش على منفذ ربيعه سيطر على اهم معبر موجود ما بين العراق وسوريا، فوجود داعش على هذه الارض وبدا داعش، وانا اتصور دي خطا من اخطاء الاستراتيجيه لداعش ان هو بدا يحتك بالبشمرجه، لان اول ما داعش سيطر على المحافظات العراقيه الاربعه ما حصلش في مشاكل بينه وبين البشمرجه ولا، وبعدين الجيش العراقي الى حد كبير جدا بحكم الوضع اللي موجود فيه لا يعني لا عنده قدره على الحرب ولا عنده قدره على الدفاع عن اي منطقه. طب دكتور مختار، هناك نظريه تقول ان الهدف من ترك تنظيم داعش حتى يصل الى ما وصل اليه وتوحشه في المنطقه بهذا الشكل هو
توجيه ضربات عسكرية ضد تنظيم داعش، ولكن بين سوريا والعراق أو في العراق وفي سوريا، بهدف إذابة الحواجز الجغرافية أو الحدود السياسية بين الدولتين، وبالتالي تحقيق المخطط الأكبر وهو الشرق الأوسط. لا، إذابة حدود سياسية بين العراق وسوريا دي مسألة أنا من وجهة نظري مسألة مستحيلة. لكن مسألة التقسيم بالنسبة للعراق أو بالنسبة لسوريا مسألة مطروحة من زمان. مسألة طرحت سنة 57 في كتاب لمؤلف هندي، هنري كيسنجر تحدث عنها 73 وتحدث عنها 83. جون بايدن نائب الرئيس الأمريكي أوباما الموجود حاليا قدم مشروع لمجلس شيوخ الأمريكي 2006-2007 باستخراج قرار غير ملزم بتقسيم العراق لثلاث دويلات، شيعة وسنة وأكراد، كردستان العراق منطقة كرد، الشريط السني الأنبار صلاح الدين نينوى ديالة سنة، الجزء الباقي البصرة وبابل وسبأ وغيره من المحافظات العراقية شيعة. ده كان مقترح أمريكي. لكن خلينا أقول لك نقطة مهمة جدا كمان، عشان إحنا برضو ما نعيش في عنصر المؤامرة، ما نعيش فيها بدرجة أو بأخرى. لن تستطيع أنك أنت تحققي مقرب خارجي بدون أدوات له موجودة في الداخل. بمعنى إذا لم تستدعي القادة الموجودين في العراق الولايات المتحدة الأمريكية، لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل داخل العراق. لأن هتتدخل داخل العراق بماذا؟ أولا الكردستان العراق المطارات العسكرية الموجودة فيها هي المطارات اللي بتخرج منها الطائرات الغربية والطائرات الأمريكية لضرب داعش. إذا لم تستطع كردستان العراق أن توفر ملاذا آمنا لهذه الطائرات، هتمول منين؟ دي نقطة. النقطة الثانية، كثير جدا من القادة السياسيين في العراق بحكم أنهم فقدوا السيطرة على الأرض بدرجة أو بأخرى بدأوا يستدعوا الولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذها بشكل كبير. والولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي عندما يتدخل بأشكال تانية أخرى بخلاف الأشكال اللي احنا بنستدعيه بشأنها. يعني احنا ممكن نقول للولايات المتحدة الأمريكية الحقينا من عدو موجود لنا في الداخل أو موجود لنا في الداخل، تعالي الحقينا منه، لكن وهي داخلة لها أهداف تانية. بالتأكيد. والدليل على ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية لما دخلت العراق في 2003 جابت معاها علماء آثار، دخلوا أول ما دخلوا العراق راحوا إلى المتحف الآثار العراقي وبدأوا نهب المتاحف الأصلية. نعم. أو العناصر الأصلية أو القطع الأصلية اللي هي لها مآرب أخرى. طب حضرتك ذكرت في معرض حديثك أن تنظيم داعش لم يكن ليصل إلى ما وصل إليه بدون حاضنة وطنية شعبي. أو صحيح. شعبي صحيح. إلى أي مدى هذه الحاضنة ما زالت موجودة، وإلى أي مدى يمكن لهذه الحاضنة أن تعوق الحرب ضد تنظيم داعش؟ شوفي، إحنا تحدثنا ابتداء أن هذه الحاضنة موجودة بدرجة أو بأخرى في منطقتين، في العراق وتحديدا في الأنبار صلاح الدين نينوى ديالة، وفي جزء موجود جدا داخل سوريا، الحسكة، إدلب، دير الزور، حلب، جزء من عين العرب اللي هي منطقة كوباني، والمنطقة دي بدرجة أو بأخرى لأن هو موجود في هذه المنطقة بحجة حماية أهالي المنطقة ضد النظام بيضطهدهم. نعم. أو ضد النظام بيتعامل معهم بشكل طائفي. ده الوضع اللي كان موجود داخل العراق وأدى إلى انضمام كثير جدا من أولاد العشائر والقبائل إليهم. إنك أنت هم دول أو داعش في الأول في الآخر، يعني أولا هم جنسيات مختلفة، وتقارير المخابرات الغربية تتحدث أنه مثلا فيها أكثر من 70-80 جنسية، وجزء من التقارير تحدث بأنه القائم بعمليات الذبح اللي بيجي في التلفزيون وكلام من ده راجل سوري الجنسية اسمه سالم بن غالي، والراجل الآخر اسمه بيتر ياشفيلي جورج الجنسية، وهو عضو مجلس شورى داعش، فهو من أجناس مختلفة. فداعش ديت هي عبارة عن مجموعة من الشباب جايين من دويلات مختلفة، تنضم إليهم مجموعة من الشباب الموجودة في هذه المنطقة بحكم ان هم جايين لحمايتهم، وان هم اكثر قدرة على التعاطف معهم من دولة تتعامل معهم بشكل طائفي. نعم. دكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، انا بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا اشكركم على حسن المتابعة، على وعد بتجدد اللقاء غدا وقراءة جديدة في مشهد جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.